كيس زبالي هاد يا استاذ ناصح رح يضل وصمة عار بمهنتي كمختار. صباح خير يا مختار. صباح النور. اهلين استاذ ناصح. يا شو الصحة؟ الحمد لله. الله يخليك. ما بعرف شايفك رايح، بدي اعمل لك زيارة صغيرة. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو اخبارك استاذ ناصح؟ والله يا سيدي ملبوشين بهالشغل، شو بدنا نساوي؟ الله يعطيك العافية، مرني. دخيل عينك، بدي شهادة حسن سلوك لأخي الدكتور غزوان، مشان معاملة السفر. ايه طلع، هي شغلة سهلة كثير، هي ما بدها غير توقيع المختار وتصديق من المحافظة. توقيع المختار؟ عفوا ليش حضرتك مو المختار؟ كنت مختار بس انا صرت مواطن عادي مثلي مثلكم. اوه، ومن امتى هالحكي؟ من امبارح. طيب شو السبب؟ ليش سرحوك من المخترب؟ ما حدا سرحني، انا قدمت استقالتي للمحافظه لانه بصراحه ما عاد عندي رغبه انه استمر فوق هالكرسي ولا لحظه. شو السبب يا مختار؟ إذا بتريد أستاذ ناصح لا تناديني مختار، ناديلي أبو أسعد بيكون أحسن. طيب حدا من أهل الحارة زعجك أبو أسعد؟ أي والله يا أستاذ ناصح زعجوني كتير، وما بخبي عليك إني أصبت بخيبة أمل كبيرة كتير. خيبة أمل من شو؟ من أهل الحارة، صار لي 20 سنة عم بخدمهم لهالحارة ورعى مصالحهم. ما في جوازة صارت إلا وكان إلي يد فيها، ما في جنازة إلا وكنت أول المشيعين وعم باخد بالأجر، ما في مصلحة إلا وتمت على يدي، ما في مشكلة مرت بها الحارة إلا وكنت أركض فيها من محل لمحل ومن مكتب مسؤول لمكتب مسؤول لحتى حاول حلها. هذا طبعا غير شهادات حسن السلوك وسندات الإقامة وبيانات الولادة اللي عم طج ختمي فيها ليل نهار. بقى معقولة بعد كل التضحية والتفاني في سبيل الحارة هي يكافوني بهالطريقة هي؟ طيب فهمني أبو أسعد، شو القصة؟ شو صار؟ يا سيدي القصة وما فيها، إني لما طلعت من بيتي مبارح الصبح شفت لك شوفي بتشيب بتطير العقل من المخ، بتخلي الواحد يهستر، يعني كأنه ما عاد في ناموس ولا ضمير عند أهل الحارة. خير أبو أسعد؟ شو شفت؟ الله وكيلك يا أستاذ ناصح، ما بزل عليك، شفت كيس زبالة مكبوب جنب الحاوي، بمجرد ما شفت الشوفة فار دمي وصار يغلي ويبقبق بعروقي بقبقة. قلت لحالي يا أبو أسعد أنت مختار فاشل ومو خارجك لهالمنصب أبدا، وركض دغري على المكتب ودقيت استقالتي وبعدت على المحافظة. هلا معقولة تستقيل مشان كيس زبالة مرمي برات الحاوية يا مختار؟ ليك والتاني على الحكي، ليش قالي لي هالقصة؟ يعني إذا منشان هيك سبب ما تحسوست على دمي مستقلت، منشان شو بدي استقيل؟ بس يا أبو أسعد بترجاك أستاذ ناصح لا تحاول، ما في شي ممكن يسنيني عن قراري هاد. أهل الحارة شكلوا وفد وجوا لعندي وحاولوا معي كتير بس ما في فائدة، لأني أخذت قراري وانتهيت. كيس زبالي هاد يا أستاذ ناصح رح يضل وصمة عار بمهنتي كمختار. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ يعني قرار نهائي؟ نعم قرار نهائي. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين وسهلين. المدير العام طالبنا لاجتماع طارئ. نحن بس؟ لا مو بس نحن، وكل الموظفين. خير، عرفت شو القصة؟ والله علمي علمك. وين ده الاجتماع؟ هلا يلا تفضلوا. طيب ماشي الحال، تفضل تفضل. طبعا كلكم سمعتوا بالحادث المؤسف اللي وقع لصديقكم وزميلكم العامل البطل يحيى تمسيدي. يحيى تمسيدي جرحت اصبعته بالقطاعه الميكانيكيه وسال دمه الطاهر فداء للشركه والوطن. طبعا دم زميلكم يحيى تمسيدي ما رح يروح هدر، والقضية ما رح ينسكت عليها أبدا، هذه القضية ما رح تمر هيك. دم يحيى تمسيدي الطاهر ما رح يكون رخيص أبدا، ولذلك
لازم نوقف وقفة صادقة مع الذات، ونحدد بكل جرأة وشجاعة من هو المسؤول عن هذا التقصير، ومن هو المسؤول المباشر الذي يجب أن يتحمل هذه المسؤولية. الحادث قضاء وقدر. مهندس الصيانة هو المسؤول يا أستاذ. مدير خطة الإنتاج هو دي لازم يتحاسب. الحادث قضاء وقدر. اسمعوني يا شباب، نحن ما لازم نتهرب أبداً من المسؤولية ونشيلها عن كتفنا ونحطها على كتف غيرنا. أنا بقول إنه في مسؤول واحد فقط عن الحادث المؤسف اللي تعرض له يحيى تمسيدي. مين هو يعني؟ أنا. نعم أيها الزملاء، أنا المسؤول الأول عن الأذى والضرر يلي صاب أصبحت يحيى تمسيدي، وأنا السبب الأول والأخير عن كل قطرة دم طاهرة سالت من أصبعت يحيى تمسيدي. أخي يحيى، هيا أنا عم بعترف بخطأي أمام جموع الموظفين الحاشدي، واسمح لي أقدم اعتذاري الشديد عن كل شي صار. أخي يحيى، أرجوك أنه تسامحني. بسيطة أستاذ، حصل خير. لا تغلط يا رفيق، إذا العامل البطل يحيى تمسيدي سامحني وعفى عني، فأنا من المستحيل إنه سامح نفسي. يا جماعة، أنا ضميري عم ينق علي ليل نهار، وبأكد لكم إنه ما عم بقدر نام الليل، ولذلك أنا قررت أقدم استقالتي. طول بالك أستاذ، الشغلة مو محرزة ابدا يا استاذ. وين بدك تستغل وتتركني يا استاذ؟ معقول يا استاذ؟ لا تتركني يا استاذ، لا تتركنا يا جماعة. رجاء اسمعوني يا جماعة، أنا بعد اللي صار بإصبعت أخي البطل يحيى تمسيدي يستحيل أقعد يوم واحد على كرسي المدير العام، لأنه اللي بده يعمل حاله مدير عام ويقعد على هالكرسي ويتأنزع لازم يكون حريص على دماء العمال الشرفاء الأبرار. وإذا كنتوا بتحبوني وبتحترموني، لا تحاولوا إطلاقاً تخلوني أتراجع عن قرار استقالتي، لأنه هذا قرار أخير ولا رجعة فيه. أنا جماعتكم هون لحتى أودعكم، وقلكم كلمة واحدة بس، استروا ما شفتوا مني. صدقوني يا جماعة، أني تأثرت كتير اليوم بموقف المدير العام. كلياتنا تأثرنا، مو بس أنت. إيه أنا لولا شوي كنت رح أبكي وإشهق، خصوصي لما عبطوا ليحيى وطلب منه السماح. معقولة مدير عام وضرب وطرح يستقيل مشان هيك سبب صغير؟ السلام عليكم. وعليكم مروان. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ الحمد لله. شلون هالمستودع معك؟ زفت، يلعن أبو المستودعات وساعتها إذا ما رح تجيب آخرتي. لا، ليش عم تحكي؟ حيا يا أستاذ نصيح، أنا جاي أقدم استقالتي لحتى ريح ضميري وارتاح من هالهم بقى. شو الحكي؟ أنت كمان بدك تقدم استقالتك؟ أي نعم. ليش حبيبي؟ في عامل عندك بالظاهر نجح هيك أصبعته؟ يا ريت يا أستاذ ناصح، يا ريت. الموضوع أخطر من هيك بكتير. خير خير إن شاء الله يا مروان، شو صاير معك؟ أستاذ ناصح، مثل ما بتعرف نحن من كم يوم خلصنا الجرد السنوي تبع المستودع. صحيح، عندي علم بهالشي. نتيجة الجرد طلع عندي نقص. شو هالحكي؟ وإن شاء الله قيمة المواد الناقصة مو كبيرة؟ مو مهم القيمة، المهم المبدأ. النقص نقص حتى لو كان بسمار. ما اختلفنا، بس شو ناقص عندك؟ كيس شمينتو. هلا كيس شمينتو بينحكى فيه انت التاني؟ اخ يا استاذ، اخ صدقني ما عم نعمل ليه، انه كنت اعرف وين راح كيس شمينتو عبس ما في نتيجه. ايه شو ايه بقى معقوله بعد ما ضاع كيس شمينتو ضل على راس عملي؟ وين صارت هي؟
أنا مستحيل ضل بوظيفتي وأنا ضايع مني كيس شميلتو، حتى لو بدي اضطر اشحد لقمة ولادي شحالي. يا مروان يا مروان طول بالك، لا تتسرع، الموضوع بسيط وممكن يتعالج يا أخي. وإذا مشان كيس شميلتو مندبر لك يا، ولا يهمك أخي مروان. إذا بدك عندي كيس شميلتو بالبيت مو لازمني، هلا بجيب لك يا. عظيم كتير، معناها هالشغلة محلولة. لا سيدي مو محلولة، لأنه الموضوع مو موضوع كيس شميلتو. الموضوع اني اهل للثقة اللي عطيتني اياها الدولة ولا مو اهلي، قد هالحمل انا ولا مو قده. يعني اليوم نقص عندي كيس شمنتو، بس بجوز بكره ينقص عندي طون او طونين، وهيك بتاخذ ايدي على الحرام واللعب بالدفاتر. واذا يعني لا تواخذني بهالكلمة، اذا كنت لساتني هلا شب وبدي اعمل بداية غلط، بقى شو بده يصير باخلاقي لما بدي اكبر؟ اكيد اكيد بده يصير يا نص محترف يا مواطن منحرف. بقى الله يرضى عليك يا استاذ ناصح، وقالي طلب الاستقالة لحتى اقدمها للمدير العام، خليني روح انضب ببيتي استرني. يعني قرارك هاد قرار نهائي؟ ايه نعم نهائي سيدي، تفضل. طيب مثل ما بدك يا مروان. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مور استاذ، وين موظف الصندوق اللي هون؟ والله اضطر يترك القوة ربع ساعة، إذا بتحب تفضل انتظره جوا ومنه بنكسبك فنجان قهوة. معلش يسلموا هالإيدين، بنتظره هون. يعني معقول تضل واقف هون ربع ساعة مشان تدفع الفاتورة استاذ؟ إيه، وليش مو معقولة؟ الله يسامحك يا استاذ، يا قسما عزما ما يضرب موظف الصندوق إنك انتظرته ربع ساعة وعلى الواقف ليقدم استقالته هو الثاني. هو الثاني؟ عفوا ليش مين الأولاني؟ المدير العام. المدير العام قدم استقالته والكل طلع يودعه، مشان هيك مسكر الصندوق. شو هالحكي؟ وليش قدم المدير العام استقالته؟ لأنه الكهرباء انقطعت امبارح عن حي التقدم 5 دقائق، ولهالسبب مديرنا ما قدر يتحمل هيك تقصير أبدا، واعتبر نفسه المسؤول الأول والأخير عن قطع الكهرباء، وقدم استقالته فورا. مو بس هو، مدير الشبكات ومدير الصيانة ومدير التشغيل كلهم استقالوا معه. شو قصة الاستقالات اليوم؟ شو صار بالدنيا؟ ناصح؟ خير؟ شو في؟ ما في شي حبيبي، بس قوم حتأخر على دوامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير. صباح النور. شو الأصوات هاي؟ شو الأصوات؟ مثل العادة بتكون شي سيارة وقعت بالجورة اللي بنص الطريق. وما استقال مدير عام الحفريات على أثر هالشغلة؟ يو، وليش لحتى يستقيل؟ يعني ما حدا استقال اليوم من المسؤولين؟ لا حبيبي، من امبارح لليوم ما حدا استقال غير هذا الوزير النرويجي أبو البطة. غريبة، ليش ما عم يستقيله؟ هلأ قلي، بدك تساوي ورقة حسن السلوك لأخوك ولا ما بدك تساويها؟ اهلكني بالتليفونات. يا ستي رح اساويها، وهلأ أنا نازل على الشغل بمرق على المختار، بس أنت جهزي لي الفطور اللي أرضى عليكي. قوم حبيبي قوم، الفطور جاهز. يلا يلا. تفضل. صباح خير أبو أسعد. صباح النور، من أنت بتناديني يا أبو أسعد؟ شو نسيت إني مختار الحارة؟ عدم مؤاخذة مختار. ايه تفضل تفضل ارتاح. لا معلش يا مستعجل، بس الله يخليك بدي بمعيتك ورقة حسن سلوك لأخي الدكتور غزوان. ايه تكرم عينك، انت والدكتور غزوان معك هوية اخوه؟ ايه معك، تفضل. مختار. نعم. ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. انت كم سنة صار لك مختار؟ يعني بدك تقول شي 20 سنة، ليش عم تسأل؟ طيب وبهالعشرين سنة ما فكرت ولا مرة تستقيل؟ استقيل؟ شو جنيت انت؟ ولك حبيبي انا حطيت ما فوقي ما تحتي لحتى صرت مختار، وبدك يعني بالاخير استقيل؟ متت 100 موت لحتى قعدت على الكرسي، قال استقيل قال. والله الحق معه، ليش لحتى يستقيل؟